معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع هاتفيا من عمان دكتور نبيل عتوم متخصص في الشأن الإيراني. مرحبا بك دكتور نبيل. إذا بعد الأنباء التي تحدثت عن رغبة الرئيس الأمريكي ترامب لتكوين حلف عربي لمواجهة إيران، كيف تقرأ ذلك؟ شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك أن هذه رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني، وبالتالي أنا أعتقد أن هنالك مجموعة من الظروف والمعطيات التي تدفع بهذا الاتجاه. نحن نتحدث عن قرب فرض عقوبات أمريكية على الجانب الإيراني، هنالك حزمة من العقوبات سوف تكون في شهر أغسطس أي بعد أيام قليلة، ثم هنالك حزمة أخرى في شهر نوفمبر وهي الأقصى والأشد في تاريخ إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية ولغاية الآن. أنا أعتقد أن هنالك حاجة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع الجانب الإيراني، لأن تطبيق هذه العقوبات وضمان أن تؤتي أكلها ينبغي أن يكون هنالك تشدد من جانب الأطراف الإقليمية. نحن نتحدث عن دور مهم لهذه الأطراف لمواجهة إيران. الأمر الثاني أنه هنالك أيضا حاجة أمريكية للحشد الإقليمي، خاصة نحن نتحدث عن رؤية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال انخراط مباشر لوكلاء يعني يسميه بحروب جديدة في المنطقة، وهذه طبعا كما تعلم أنه كان هنالك وجود عربي فاعل لمواجهة النفوذ الإيراني عبر الأزمات الإقليمية. نحن نتحدث عن دور ناجح للتحالف العربي لمحاربة إيران ومخاربها، وكانت الأزمة اليمنية أكبر مثال على ذلك. نعم. الآن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كانت لها جهود فاعلة في هذا الأمر، وهذا يحسب للدول العربية. الجانب الثالث أيضا بحاجة إلى حشد إقليمي لمواجهة أيضا الدول الضامنة للاتفاق النووي. إذا كما ذكرت عفوا دكتور نبيل، كما ذكرت يعني في عام 2016 أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية التحالف الإسلامي بقيادة السعودية، إذا هل سيدعم ترامب هذا التحالف رغبة منه لبناء حلف جديد عربي؟ ولكن السؤال الأهم، هل العرب قادرون فعلا على مواجهة الآن مع إيران؟ أنا أعتقد أن رأس الحربة هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة بحاجة إلى حشد الدعم الإقليمي، وأنا كما ذكرت لك هي بحاجة أيضا للضغط على الدول الضامنة للاتفاق النووي من خلال كتلة إقليمية وكتلة دولية. نحن نتحدث عن دول لا زالت يعني تتقاسم وتشاطر إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي، نتحدث عن روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي. الآن هنالك كتلة حرجة ممثلة بأطراف إقليمية فاعلة، لا سيما دول لديها وزنها في مجال الطاقة والنفط وأيضا في الاقتصاد العالمي، دولة مثل السعودية أو مثل الاقتصاد الإماراتي وما تمتلكه من صندوق سيادي له دور مهم ومؤثر في التأثير حتى من خلال المشاريع المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي ومع روسيا والصين. لكن في واقع الأمر سؤالك مهم ومحوري. الآن لا أعتقد أن الدول العربية سوف تخوض مواجهة مباشرة مع إيران بدون دعم وبدون غطاء أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتولى ذلك. نحن نتحدث عن دعني أسميه حالة عدوان غير مسبوقة من جانب إيران ضد الدول العربية. ما بين عام 2015 و16 نحن نتحدث عن ما بين 15 إلى 20 خلية نامة تم القبض عليها في مملكة البحرين. نتحدث عن خلية ثغرة عطور في الأردن تابعة لإيران، نتحدث عن خلية العبدلي في الكويت، نتحدث أيضا عن خلايا إيرانية لدعم جبهة البوليساريو ولتهديد أمن المملكة المغربية، نتحدث عن تزويد إيران للحركات الإرهابية وفي مقدمة الحركة الحوثية بصواريخ باليستية. هذا فضلا عن العراق وسوريا والقائمة تطول. الآن بخصوص تدخل الأمريكي، يعني شبكة ABC الإخبارية الأسترالية نقلت عن مسؤولين كبار في المخابرات الأسترالية أن بعض القواعد العسكرية الأسترالية يمكن أن تلعب دورا في تحديد أهداف ضربة أمريكية محتملة ضد إيران. هل تتوقع دكتور نبيل يعني أن هناك ضربة أمريكية ضد إيران تمهيدا لهذا الحلف العربي؟ أنا أعتقد أن كل الاحتمالات واردة. إيران هددت وتهدد أمن المضائق، تهدد يعني الآن مضيق باب المندب من خلال إرسال صواريخ نوعية إلى الحركة الحوثية لاستهداف ناقلات النفط، يعني الآن مضيق باب المندب يمر منه يومياً 3.5 مليون برميل يومياً، وفي كان هناك إشارة واضحة من جانب المملكة العربية السعودية والكويت بوقف تصدير النفط من خلال مضيق باب المندب. هذا سوف يحدث أزمة طاقة في العالم، بالإضافة إلى تهديد إيران باستهداف دعني أسميه إغلاق مضيق هرمز أو تلغيم مضيق هرمز. هذا بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام المحافظة الإيرانية طالعتنا أول من أمس بضرورة خروج المواطنين من أبو ظبي والرياض
وهذه إشارة واضحة عن نوايا إيران العبثية التي تريد من خلالها خلط الأوراق وتهديد الأمن الإقليمي والأمن العالمي برمته. والآن العالم بات لا يحتمل، إيران تتحدث عن أم المعارك، وأنا أتمنى أن تنخرط إيران بمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن صدعت رؤوسنا بالشعارات الفارغة. وأم المعارك التي أطلق عليها روحاني أعتقد أنها سوف تكون أم المهالك بالنسبة لإيران. إيران أجمل من أن تواجه الولايات المتحدة بشكل مباشر، هي تعتمد على هروب الوكالة وعلى نظرية المصدات للدفاع عن أمنها ومجالها الحيوي، وبالتالي لن تنخرط بمواجهة مباشرة. خلال أعتقد الأسابيع القليلة القادمة نحن ننتظر ونترقب الوعيد الإيراني، خاصة في ظل تراكم التصريحات المتضاربة من جانب إيران أنها سوف يكون لديها رد مؤلم. وطلع علينا قاسم سليماني وتحدث بشكل واضح عن اكتشاف القواعد الأمريكية في محيط 2000 كيلومتر. نحن نتمنى أن تقوم إيران بترجمة ذلك إلى نتائج عملية، وأن لا تزج بمداخل الأزمات الإقليمية، وأن تقوم بتصفية حساباتها مع دول المنطقة. دكتور نبيل عتوم، على حساب شعوب دول المنطقة. الدكتور نبيل عتوم متخصص في الشأن الإيراني، هاتفيا من عمان، شكرا لك.